السلام عليكم ورحمة الله. معاكم شيماء الخليلي، لايف كوتش وأخصائية نفسية. النهاردة جايبة لكم موضوع خطير، هو زود مناعتك واهزم الكورونا. زي ما الجسد ليه جهاز مناعي، النفس كمان ليها جهاز مناعي، وسيطرته أقوى على الصحة الجسدية والنفسية. النهاردة بشوية خطوات هنزود مناعتنا النفسية وهنهزم بيها كل الأمراض حتى الكورونا. نشوف ربنا قال لنا نعمل إيه وقت الأزمات. مثلا السيدة مريم بعد ما وضعت سيدنا عيسى وكانت في عز أزمتها، قال لها إيه؟ كلي واشربي وقري عينا. سيدنا يعقوب وشعيب وموسى وسيدنا محمد وعيسى، كل الأنبياء دايما يأكد لهم ويأكد لنا لا تخافوا ولا تحزنوا، لأن الحزن والخوف هيضعف الإيمان وهيحبط العزيمة وهيزود الشك. حاول دايما تبعد نفسك عن الأزمة بشكل صحي، وما تفكرش دايما في المرض لأنه هيجيلك. فكر إزاي في التعافي وفي الصحة وبرضه هتجيلك. بلاش رعب ملوش لازمة، مش كل كحة أو عصة هتبقى كورونا. الرعب دوت كل ما تعيش فيه وتتابع الإحصائيات يوميا، ده هيزود شعورك بالخوف اللي ملوش أساس من الصحة. انت في خير، فكري في الصحة وفي العافية. دايما خدي بالك أفكارك أقدارك، فدايما شوفي انت بتفكري في ايه. دايما النفس بتوهمك بالرعب وبالخوف، ما تسمعيش كلامها لأن هي دي فطرتها كده. انت عززيها وانتبهي هي جواها ايه. ربنا بيقول لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. غيري روتين حياتك بما يتناسب مع الظروف الجديدة، تقبلي أقدار الله بمرونة وطمأنينة، اكتسبي عادات حلوة جديدة ما كنتش قادرة تتعودي عليها، قربي من أسرتك وأصحابك بشكل ألطف وأقرب، اعملي دايما قائمة بالأهداف وحققي كل يوم هدف، وابتدي اشتغلي على اللي بعده بالتدريج هتوصلي. اعتبريها فرصة ذهبية للنجاح. كل العالم بيشتغل من البيت ويدرس من البيت، واحنا مش اقل منهم، مفيش حاجه هتوقفنا. اهتمي دايما تزودي مفهوم تقدير الذات عندك، ودايما قولي لنفسك انا قويه، ده هيزود مناعتك ويزود ثقتك بنفسك. لو بعد الشر حصل اي ازمه وانت اصلا قويه، غير لو حصلت الازمه وانت ضعيفه. اهتمي بالصحه عامه، يعني اكل صحي، نوم مريح، شويه رياضه، عادات صحيه جديده تفيدك تخليكي انسانه احسن. اتعلمي دايما ايه العادات الجديده اللي هتنور حياتك وتخليكي انسانه احسن على كل المستويات. تقبلي السيء من الاحداث ومن الاشخاص لانها سنه الحياه، لازم نقابل الوحش والحلو. المهم ان انت هوني على نفسك اي احباط تقابليه، واقري رسائل ربنا من اي ازمه، واطمني ان هو هيختار لك افضل حاجه بالشكل المناسب وبالوقت المناسب. زودي المرح والبهجه والانشطه اللي بتسعدك دايما، اعمليها باستمرار. كلمي الناس الايجابيه الجميله اللي بتديكي طاقه حلوه، ده هيزود مناعتك ويعليها جدا. تامل، وده من سنن الانبياء كلهم، كان ليهم جلسات تامل في اماكن خاصه بيهم، كل يوم جلسه ولو 10 دقائق في سكون وهدوء تام، وعدي نعم ربنا عليكي وتأملي فيها. ده بيزود التنوير وبيعلي الوعي، بيزود قدرتك على التشافي الذاتي من غير أي دواء مع مرور الوقت لما تعمليها كتير، وكمان بيعلي المناعة جدا. الامتنان والشكر، وده يتعمل بعد التأمل عشان توصل للروعة كلها وتكون أديت شكر النعم. ربنا بيقول وإن شكرتم لأزيدنكم. في الختام أحب أقول للناس بتسأل إزاي نفصل نفسنا عن الأزمة، ده مش صح. هقولك ده مش كلامي، ده كلام ربنا أمرنا إن إحنا نفكر في الصحة والتعافي مش في المرض، وأمرنا لما نشوف مريض نقول إيه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وده تأكيد إن إحنا نفكر في الصحة مش في المرض.